عاديك تقرقري. الآن الآن قد أنا بقوم. قال السوان كلها نروحين وانتي جالسة تقرقري سقا قطارة هندي. يلا قد أنا مروحة. ومسك ومسك تعالي بز البوري. شفتش حاجة يا عمة؟ أيوة يا مسك، أنا داري إن شمسية لسانها طويل، كوني استحمليها يا بنتي. والله أنا بيت أحاول أتجاهلها، لكن هي اللي تلاحق بعدي. سهل يا بنتي، أنا شب قصتناها شوية هكذا وزر عليها، ما تقلقيش. سلمي، الله يحفظك يا عمة. اسمعي يا مسك يا بنتي، أنا شنصحش نصيحة، أش رايش لو تسيري لقبة الولي واثنين أطلع وشليتي 10 بقش وانتي عتحبلي ودي الوليد؟ اش رايش لو تسوقي بنتش لقبة الولي وتخبريها بدل الخبر، لاني لو ما ادتش الجوهر الولد الذي بنفسه هيطلقها ويسوقها عندش. والله ما طلعتش سهلة ولا يهبل. الله يعينش يا شمسية.